ساعه نقدم لك روحي انا جمال الدين الورتاني من قطاع البنوك والتامين والمؤسسات الماليه. انا باش نقول لك معناتها ملفات الفساد نسميهم لك بالواحد بالواحد ماهوش وقته ماهوش مجاله، لكن باش نعطيك الاشارات اللي هو انه فما ملفات فساد. احنا من الاهداف نتاع الثوره هو انه معناها تشغيل الشباب واصحاب الكفاءات واصحاب الشهيد العليا. احنا ما زلنا نشوف، وهذا سؤال طرحته انا في مكتب محافظ البنك المركزي البارح، اللي قلنا لهم فما مؤشرات اللي ما زالت فساد ما زال مستشري في البنك المركزي وفي تونس زاده مش حتى في البنك المركزي برك، هو انه ما زالت البنك المركزي فيها ناس فوق عمرهم فوق السن القانونيه ويخدموا 3 سنين 4 سنين. اسكو باش عندنا كفاءات؟ عندنا هنا في البنك سنترال ما يفوق ال 15 مدير عام اللي قادر يعوض السيد هذا. ما فماش، انا نقولش نقول هنا الاشاره، وانه فما الناس عندها مصالح مزدوجه، مصالح ذاتيه ومصالح تخدم في جماعه الصف الثاني. هذا هو الاشارات الكبيره. بالنسبه للجانب الاجتماعي، انا من الناس اللي واكبت عديد الجلسات العامه نتاع البنك المركزي لهنا، ونشوف المشاكل المطالب نتاع العمال. بالنسبه للمطالب، فما مشكله، المشكله الاساسيه هي القانون الاساسي نتاع البنك المركزي، 60 سنه ما تمش مراجعته في حتى بند. وهذا ولا يتعارض مع القانون اللي جاء نتاع اللجان الاستشاريه في المؤسسات منذ 95، التو ما طبقش البنك سنترا في البنك المركزي، ما نعرفش علاش. هنا نجيو نشوفوا حتى نسبه الترقيه في البنك المركزي، اضعف نسبه في القطاع هي عند البنك المركزي. وانا كيف يقول لي محافظ البنك المركزي لو حصلناها كان 49% و 51%، انا نقول له ال 49% ما تعداوش، معناها عندك 49% ما يسحقوش الترقيه، معناه بما معناه انه ما يخدموش. انت شنو دورك لهنا؟ كي عندك 49% خدامه ما يخدموش، شنو دورك لهنا؟ يلزمك تلقى الاليه باش تفعلهم الناس هذوما باش يخدموا، ما كانش انت راك فشلت في المهمه نتاعك. معناها من جلمه المطالب هذه في الجانب الاجتماعي، واعطيتك فكره على الجانب الاخر. المنذر معمر موظف بالبنك المركزي التونسي. المشكله اللي هنا ما قبل الثوره اعطيت قروض بطريقه غير شرعيه، ازلام النظام السابق استنفعوا بقروض. هنالك القطاع الاعلامي كان قطاع، القطاع المالي كان قطاعا فاسدا ووقعت تجاوزات خطيره. نحن نطالب بمحاسبه المفسدين، هذا ما نطالبه. هذا مطلب من مطالب الثورة. هذا موقع هذا لم يقع، لم البنك المركزي لم يتمكن او لم يرد محاسبة المذنبين والمفسدين، بل بالعكس غضوا عليهم الترف. على ملفات الفساد، حكم انه الانسان احنا كموظفين البنك المركزي ما عندناش المعطيات الكافيه والشافيه على مستوى حجم الفساد، لكن انا مش نسرد لك واقع مع السيد المحافظ. سيد محافظ البنك في لقاء عنده 12 اشهر الى وراء طرحت عليه سؤال، قلت له سيد المحافظ نحبوا نعرفوا احنا عندك شهرين من سلمت المهام نتاعك، نحبوا نعرف تعطينا فكره على البنك المركزي. يعني شنو وريت والقطاع بصفه عامه؟ قال لي بالنسبه للبنك المركزي معناتها بالفرنسي يعني سيستم اركايك. قلت صحيح، يعني المنظومه المعلوماتيه يعني مكمله متخلفه وهذا صحيح ونعرفوه، وبالتالي معناتها اذا كان ناخذوا بالقياس بالواقع هذا المرير على مراد الله، يلزمك تتفاعل الناس اللي قادرين باش ينهضوا على مستوى الداخلي للبنك، هذا على مستوى الداخلي، على مستوى الخارجي وبالتالي القطاع. قال لي اني حجم الفساد كبير ياسر وغير متوقع بالحرف الواحد وغير متوقع. يعني وصل لدرجه الا يعني ما 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 كانش الانسان يتخيلها في باله. انا قلت بكل صراحه اليوم بعد 10 شهور يعني عام على السيد محمد سالم نطرح له كمواطن عادي، ثم الشعب حس انه يعرف علاش يعني فين هذه ملفات الفساد. نطرح عليه سؤال السيد محافظ يجاوبنا، كيف قداش اذا كان حجم الفساد اللي يحكي عليه غير متوقع ناخذوا 200 ملف 10% في 10 شهور 10% يعني ما يقابل 20 ملف هو قادر باش يعديه للقضاء، ثم يعمل ندوه صحفيه يكلم فيها الشعب بحكم احنا نادينا وباستقلاليه البنك المركزي، وينادي يقول للشعب اهو الفساد، ثم ال 180 دوسي الباقي متغي احنا قاعدين نعرف. دونك ثم طمأنا حتى للشارع، يعني نحكي بالمنطق بالشفافيه، هذا ما صارش به. وبالتالي تولد عنه انه هل معناتها التغطيه هذه تولد عندها شكوك،
بالتالي ما نحبش ندخل في اتهامات ويلزمنا نكونوا في مستوى ان بعيدين على التهامات، لان نقولوا حاجه برك انه لا اقصى الا لمن اقصاه القضاء. كتبنا الامور واضحه. دونك شو يصير؟ انه سيد الناس اللي ولات الشعب والموظفين في البنك المركزي اللي هما بالنسبه لنا ولا عندنا شكوك. كيف نقولوا المحاسبه؟ احنا شو نقولوا؟ نقولوا ابعاد المسؤولين الا ما وراوا حتى شيء بالمنطق، ونخليوا ناس الا تكشف لنا على حجم الفساد هذا. واضح؟ دونك تجي بدون ان باحترام للسيد المحافظ ذا وقت نقولوا انه يتفضل معناتها يسامحنا، يعني هي باش نبعدوه حتى على الشبهات، لان يعني اليوم ولات شكوك كبيره. حبه ما نحبه كامل والمده الزمنيه هي اللي تتكلم وحدها. هذا علاش نقولوا احنا بكل منطق باساليب صحيحه اذا كان الي تي مال كونسيي، ونعرفوا انه الي تي مال كونسيي، ثم ما تعملش على نحكي على المستوى الداخلي انه يعني المستشار نتاعو يعني غلطوا ماهيش مسؤوليتنا احنا. ما عملش على الناس اللي ما حلش ابوابه، لاني اول من بين الحوايج قلت افتح باب المكتب نتاعك واسمع الناس اللي أو لامس في العهد البائد نظت وعطات من وقتها وما خانتش البلاد هذه، ما خانتهاش وكانت واحد. هذو من الرجال بعد الثوره، مش اللي رجع لي نتاع الازلام البايده. هيك علاش سامحني معناتها نقول لك انه اليوم معناتها ولات الامور مكشوفه واضحه. ماذا بينا يا سيدي احنا ننزهوا كل انسان. تبدا الامور واضحه، ننزهوا لكن يقع ابعادهم وخلي ناس اللي يجيو يعطيونا حجم الفساد هذا. انا طرحت له سؤال، يتفضل سيد المحافظ يجاوبنا كمواطن تونسي. نعمان غربي، عضو الجامعه العامه لبنوك المؤسسات الماليه تابع للاتحاد العام لسياده الشعوب. هو اللي يعيشوا موظفين البنك المركزي والجو هذا من الاحتقان ما جاش البارح ولا جا اليوم. هو موظفي البنك المركزي وايتاراتو يعيشوا في جو من الاحتقان نتيجه تراكمات وتراكمات عديده لها عقود لازم نقولوا. علاش؟ هو اولا انه الاطارات تاع البنك المركزي اللي تزخر بالطاقات وتزخر بالكفاءات اليوم قاعده مهمشه. اليوم في اللي عمل لها الاحتقان هذا الكل والقتل اللي فيضت الكاس هما الناس الكفاءات اللي لازموا يديروا البنك سنترال ويكون عندهم عطاء اكثر ينعكس على المؤسسات الماليه والبنكيه في البلاد. اليوم قاعدين التالي بالعكس وقع تهميشهم وقع اقصائهم على مستوى الترقيات على مستوى تواجدهم في المراكز العليا. اليوم القطاع المالي بصفه عامه البنوك والتامين والمؤسسات الماليه لابد من اعاده هيكلتها وهيكله صحيحه وما هي دورها بعد الثوره على مستوى التنميه الجهويه على مستوى التنميه المستديمه على مستوى كيف هذه المنظومه البنكيه والماليه والتامينيه كيف ان تكون صياغتها على صياغه اعانه الشعب هذايا خاصه في المناطق المحرومه. وما هي دور البنك في التنميه وهي دور البنك والمؤسسه الماليه في التنميه الجهويه هذا لابد ان يقع فيه حوار وحوار عميق يشارك فيه الجانب النقابي كطرف اجتماعي. والنقابات الاساسيه كالكسوة في البنوك ولا في التامين ولا في المؤسسات الماليه تزخر متقات باش تعطي حلول وحلول ملائمه كطرف اجتماعي. اليوم نراو اذا الجانب النقابي يتهمش واذا اليوم الدور نتاعهم كدورهم كيمثلون الاتحاد العام تسجل الشغل كمنظمه عديده هذه في البلاد اليوم وقع تهميش الدوره نتاعهم في المنظومه هذه راهو اهداف الثوره راهي مش تتحقق وحد الان ما راهوش ان اهداف الثوره تحققت. ثالثا انه ثم تذبذب على مستوى التصرف بصفه عامه والتصرف اللي كانوا يحكوا عليه الاخوين لابد من عداله انتقاليه تفتح فيها الملفات لعدالة انتقالية يحاسب من سيحاسب لكن نأخذ منها العبرة والدروس على مستوى المستقبل إذا نحبوا نبنيوا تونس جديدة. هذا بصفة عامة على مستوى القطاع. لكن لابد زادة من الشموش موظفي القطاع وموظفي البنك المركزي يتحملوا المسؤولية هذه وعندهم هيكل تنظيمي أو عندهم ستاتيو يثبت من عام 60 وفي البند الاول نتاعو ما تنجم تراغج على الستاتيو هذايا الا بطريقه احاديه الجانب من طرف محافظه البنك، يعني الجانب النقابي مغيب تماما على مستوى التشريعات الاجتماعيه. كاتب عام مساعد جماعه البنوك. احنا عندنا بعد الوقفه الاحتجاجيه هذه اللي صارت بعثنا برساله الى المجلس التاسيسي، بعثنا منها نسخه لرئيس الحكومه
ونسخة إلى رئيس الدولة رئيس الجمهورية، وباش استقبلنا معناتها اتصلوا بينا في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية باش يستقبلوا وفد منا من نقابة البنك المركزي باش نتفاوضوا معاهم ونمدوهم بهالملفات هذه ولا هالحاجات اللي احنا نراوها اللي كون معناتها القطاع المالي ما وقعش تطهيره. فهمتني؟ احنا أول حاجة الساعة هالحركية نتاعنا هذه وهالحركة الاحتجاجية نكذبوا بعض الناس اللي قالوا راه فما 100 واحد برك، مش صحيح. انت اذا كان ترى العدد فما 200 ولا 300 هنا راهو خاطر الناس قعدوا يخدموا ما وقفوش المرفق العام. فهمني؟ هذا السبب الاصلي والاساسي. فهمني؟ ثانيا راهو ما عندنا حتى اتجاه سياسي موجه لا ضد حكومه لا ضد نهضه ولا ضد سي بي ار ولا ضد تكتل. احنا ناس نناضلوا في نضال نقابي بحت ونحاولوا باش نحلوا مشاكل المؤسسه نتاعنا، نحبوا نطالبوا باعاده هيكلتها، اعاده هيكله القطاع المالي، ابعاد الناس هذوما اللي ساهموا في هالارقام اللي هما قالوا 3000 مليار تهزت هزوهم الطرابلسيه وانساب الرئيس معناتها في قروض معناتها غير مضمونه وما فيهاش ضمانات. هالناس اللي عطاوا الفلوس هذه كل في 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 قالب قروض ومن غير معناتها ضمانات مازالوا موجودين توا في مراكز القرار. اخويا وقتاش في قائمة عادهم؟ توا عام كامل راهو تعدى. فهمني؟ هذه مطالبنا الاساسيه. ثم انه احنا نستنكروا كانوا سنة. ثم احنا نستنكروا كمعناتها ناس منتخبين من طرف الموظفين، نستنكروا التعامل الامني اللي تعامل به معنا المحافظ هذايا. حتى في 14 جانفي وقت اللي صارت الثوره والكرتوش يخيط واحد ما جاناش امن كما توا. دونك هذا اسلوب قديم يتعاملوا به قبل الرئيس وازلام النظام السابق. فهمتني؟ احنا رانا ناس مسؤولين، لو قاع تخريب في البنكه، لو قاع ضرب، لو قاع عنف ولا حتى شيء، ما فماش علاش باش يستدعونا هالامن هذايا. فهمتني؟ وبارك الله فيك.